لا إله إلا الله
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله وبياكم من هنا من مشعر منى ومن بعثة المجد في المشاعر. نرحب بكم أجمل ترحيب فحياكم الله وبياكم وحيي وأرحب بزملائي مجددا هنا في استوديو مشعر منى. حياكم الله جميعا. احنا من على الهواء من المغرب وفي واحد الله يهديه متاخر يا ابو عمر صح؟ انا قلت لا قلت شكله خالد الضعف نسيت انا اوصف لك الطريق رغم انه ادرى بشعابها مع انك ادرى بشعابها يعني حياتي بالدار بكر هذا يقول انه في الله يكتب لك الاجر الله يكتب لك الاجر بعدها كانت في شغله اخرى ولا لا ما شاء الله في يعني القلب مشتاق لكم الله يكتب لك الاجر احنا مسجلين مشاهدين الكرام مسجلين عليك ديون ترى في موقف من حج اول حجه اوه احنا اليوم نتكلم في طلبات كثيره الحقيقه كلها خلينا نحن ناخذ اول موقف من اول حجه يا ابو عبد الرحمن ما شاء الله انت واهل مكه ما شاء الله ما شاء الله اكرمكم الله بجوار البيت الحمد لله وبسهولة الحج اللهم اللي غيركم يعني قد يمكن كان ناصر يذكرنا ببعض الدول قد يمر عليه 20 سنة وينتظر تأتيه المنية ولا يدرك الحج وانتم ما شاء الله أهل مكة على قولهم رمية حصى ما شاء الله واللي هو داخل عرفة وأمس تقول لنا ما شاء الله في الظهر ها تشوفون الناس قلتوا حج حج وطلعتوا أعطينا بس من أخبارك الحمد لله والله يا أخي يعني بلاش يربطها بأول حجة لأنه قد الإنسان ما يتذكر لكن أتذكر كنا نحج مع شباب التحافيظ والمراكز الصيفية وكانت كما قلت تختلف عن الحجج التي كانت مع الأهل فكان في مواقف لا تنسى كانت في السابق وزارة الحج تعطي للعوائل ومن يحجون أماكن يجهزونها هم بأنفسهم
فكنا نرى شيء عجيب كيف كانوا الشباب يبذلون في تجهيز المخيم. طيب. وأكرمكم الله في حفر دورات المياه. ما كانت في دورات مياه يعني مجهزة، هم يحفرونها ويجهزون، يعني الواحد يبقى ساعات طويلة هو يحفر في تجهيز المخيم في تهيئة المكان. طبعا ما كان أو ما كانت الكهرباء الموجودة تسمح بتشغيل المكيفات، وإنما المكيفات الصحراوية لمبات بكوع. فطبعا كل شيء هذا كان الشباب يسووه، تسليك كهرباء، تركيب أكرمكم الله دورات المياه، كل شيء. فطبعا كانت في أيام حارة في الحج، يعني اللي جاي حاج لازم يعمل حساب أنه مهندس وكهربائي كل شيء وشباك كل شيء. الشباب كانوا يفعلون كل شيء. فكان من الأشياء الجميلة كان في الحر في الليل أحيانا بعض الشباب يقوم ويلقى بعض الناس حرانين فيجيب المراوح طول الليل ويقعد يهول عليهم. وطبعا في سنوات مرت علينا برد، فكان والله يخلع الغطاء اللي عنده ويغطي به إخوانه اللي ما هو متدفي بشكل جيد. يعني كانت مواقف مثل ما ذكرت يمكن بالأمس، كنا نقرأ بعض الأخلاق قراءة وكنا نشاهدها في الحج تطبيقا، وبالذات في الحج تطبيق الأخلاق يعني يظهر بشكل كبير، لأنه يعني الأمور صعبة. هو سفر يسفر عن أخلاق الرجال بالضبط. وكنا يعني أول الدخول إلى عرفة والخروج والناس معهم أكلهم وكيف يتناوبون الشباب حمل القدور وحمل الأغراض والتنقلات، يعني كانت مشقة عظيمة، لكن والله كانت لها لذة كبيرة. ذكرت أبو عمر قبل التنظيم القديم أشياء قديمة. أنا أتذكر هذا حق اللي كان أول الخيام، كانوا يشبرون يعني بالشبر الظاهر، يطلع معاك المساح ويحط لك خط ويمسك معك خمسة ستة ويقول لك هذه خيمتك هنا دبر حالك وحط اللي جنبك، بعدين الظاهر تتقفل ما في طريق. هم اللي يطبخون بعد هم اللي يطبخون لا مخططينها الطبخ هي هذا كلام قديم يعني كانت الأمور، بعدين الحمد لله صار في ترتيب. بالمناسبة أتذكر مرة رحنا حملة مع الشباب، كنا كلنا مفردين ولا واحد متمتع، وجاء يوم العيد نبغى نتغدى، رحنا اشترينا دجاج، واحد شافنا من الحجاج قال بالله يوم عيد والأمة كلها تذبح وانتم تاكلون دجاج، ما حصلتوا الا دجاج، ما تخافون الله. قلنا والله ما معنى واحد متمتع، الشباب تعرف يعني ما كانت الامور قد كل واحد بس يعيد مفرد يلا. يا رب تذكر ابو عبد الله كان ايوه اي من المواقف الخطيره هذه. كنت انا وابو عبد الله البرنامج العام، فكانوا الشباب يرسلون احيانا الاعداد على الواتس، فانا ما فتحت الجوال. المهم القى ابو عبد الله كاتب لي ورقه انه مثلا فلان موسى بن محمد القصير، انا قريتها القصير كذا، ومثلا سعد بن كذا الطويل، وباقي على البث دقيقه. هو يصف لك ايه انا حتى تميز بينهما. والله ستر الله لما راح يبدا البث قلت له ابو عبد الله كيف ما شاء الله يعني قدرت تجيب ضيفين، واحد لقبه القصير وواحد طويل. قال لي لا، قال لي انا عرفتك انك ما قرات الواتس، فقلت لك هذا الطويل هو موسى مثلا والقصير. فانا قلت يعني تخيل لو على الهواء اهلا نرحب بموسى الطويل ونرحب بسعد القصير. والله سترنا الله رب العالمين. يضحك علي ابو عبد الله قال لي ترى انا على الاقل حاطط لي قوسين وصفني يعني حاط لي قوسين لكن انا والله ما انتبهت. المشكله الاعداد الى اليوم يشتكون يقولون ناصر ما يطول في الاعداد كانه يحضر من راسه، احنا نتعب ومسوين سفر عظيم في الاعداد 600 صفحه ويجي ناصر لا انا والله قاعد اتخيل ما ايش فعلا جنبك عند ناصر ما ادري ايش كنت تسوي يا ابو عبد الله. لا تخيل لو ايه لا والضيف ابو عبد الله اتوقع بيمتص ضحك ولا بيتركك وتعرف انت بالضيف تقول له انت القصير وانت الطويل، هو قاعد يوصف لي هذا اللي قصير شوي ترى فلان واللي طويل. المشكله حطها بين قوسين يعني معقوله في اكثر من كذا. انا اعتبر الله بس انا اقول الله يصبر ابو عمر اللي 12 ساعه في الخط مع ناصر. تدري ليش صبر؟ ايوه صبروا ابو ياسر. صبر متوزع على اثنين انا وابو ياسر. اي زين الحمد لله. بس كان صامل صامل كنت صامولات وصواميل. هذا صامل ما يعرف الا اللي تابعنا على العلميه قبل ايه خليها كذا البث العام عشان يعرف ايش معنى الصامل. الحق راح نقول كلمه ثانيه على ماسة. الله يعين والله ايام الله يستر. لكن تبقى سبحان الله هذه ذكريات الحج الاولى يعني هي المرتسمه في الذاكره دوما، لانها
هي التي يعني حجة الإسلام. صحيح. يعني حجة الإسلام اللي لاحظ كان طول حياته يترقبها ومتى تكون ومتى. ونعلم على ما ذكر يمكن الدكتور خالد قبل قليل اللي هو مسألة الخدمة. نعم. خدمة الحجاج لبعضهم والشباب لبعضهم. أنا لاحظ سبحان الله في الحج أحس النفوس تشتاق للخدمة. صحيح. سبحان الله. صحيح. بشكل عجيب يعني حتى. صحيح. لو الشخص متعب أو مجهد أو تجده مباشرة يشوف احتياجات زملاء احتياجات من حوله ويحاول أنه يلبي احتياجاتهم بنفس منشرحة جدا. شيء جميل. عجيب. جميل. سبحان الله. هذا لعله مما يذكروه دائما العلماء في قضية يعني البيئة رمضان. صحيح. سبحان الله أن السكينة تملأ كل الموسم. كل الموسم. الحج طبيعته سبحان الله فيه من البذل الشيء العظيم. شوف الناس كلهم تبذل ما تعرف مين الغني ومين الفقير. صحيح. حتى بعض الأحيان تجد يمكن قد يكون فقير يتصدق على غني. آه. يلاقيه ويقول له خذ هذه موية. الله وهذا الله. قد يكون وسبحان الله يأتي هذا ويعطي هذا. تجدهم كلهم بلباس واحد ما تفرق. تقابل واحد مسؤول وما تدري أنه هذا مسؤول أو تقابل واحد قد يكون بسيط ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره وما تميزهم. فلذلك تعاملهم كلهم على أنهم يعني طبقة عليا. وهؤلاء يمكن أعظم وصف لهم أنهم وفد الله. الله أكبر. يعني الواحد يكرمهم فتجد روحك سبحان الله فيها من البذل والعطاء ما لا يكون في غيره من المشاعر. ومن عرف ومن جرب عرف. يمكن اللي ما جاء ما يدرك هذا. ابو عبد الله والشباب هذه حتى تكون يعني وقفة تربوية. ترى يعني رمضان والحج وغيرها من مواسم الخير فهي مواسم نفحات. فلا يظن العبد أنه سيقدر أن يكون على مرتبة من الإيمان والعطاء مثل ما كان عليه في هذه المواسم. صدق. فلذلك يأتيه الشيطان بعد مثلا مرور رمضان بشهر شهرين ويجد نفسه فتر في السنن فيقول والله أنك أنت انتكست ولا خير فيك. وهذه من حية الإبليس. صحيح. وترى هي يعني هذا الأمر طبيعي ما لم يكن الإنسان بدأ يترك الخير ويترك الصحبة الصالحة ويترك الدعاء. مدام هذا الخير كله موجود أن تأتي على السنن هذا أمر يمكن أن يسترجع الإنسان. حتى الحج. صحيح. رؤية الصالحين ورؤية الأخيار وهذا يبذل وهذا يعطي وهذا يدعو وهذا يبكي أن تنشط. أكيد بعد الحج لن تكون في نفس مستوى الإيمان وإلا صرت من الملائكة. جميل. لكن لا ينزل الإنسان إلى الدرك الحضيض. لازم ينقذ نفسه مرة بعد مرة. جميل. ليكتمل عوده بالفرائض ما يفرط بها. لكن نعم. هذا من جانب آخر نتصور أثر الطاعة. جميل. يعني حتى في عرفة السقاية يأتيك بعض الناس اللي ربما واضح عليه التقصير فتلقاه إذا ما شاء الله فزع مع الآخرين وبذل يأتي بنفسية أخرى بل قد يخنقه تخنقه دموعه يعني من البكاء وكذا. صحيح. فأقول الطاعة لها آثارها الجميلة. صحيح. اللحظية. صحيح. ولعل هذا المعنى أشار له ابن الجوزي أنه قد يكون بعض الأحيان من مداخل الشيطان على الإنسان أنه يقول إذا خرجت أنت مع رفقة طيبة تتغير حالك وإذا. صحيح. تركتهم قد تكون أسوأ فأنت منافق فيأتيه من هذا الباب فيقول هذا مدخل عظيم للشيطان يدخل فيه على الإنسان الذي لا يبصر هذه المداخل لكن الذي يتفطن يعرف. صحيح. أنه هذه المواطن لها محفزات. الشيخ في الكيمياء تعلمنا في المعادلات الكيميائية في مواد محفزة حتى تتم التفاعل الكيميائي لما تجي أنت سبحان الله مع رفقة طيبة طبيعي أنك أنت تتحفز حتى. صحيح. لو كانت نفسك ضعيفة لكن هم القوم لا يشقى بهم واصبر نفسك جليس. مع الذين يدعون ربهم هذا دلالة على أن الرفقة تساعد. الشيخ الجبرين في قضية مثلا الرياء وما أعظمها من كلمة قالها جاء أحد الشباب يشتكي قال يا شيخ أنا أخشى على نفسي الرياء قال تفضل إيش المشكلة قال أنا يجيني الشيطان يقول والله أنت تصلي بخشوع إذا كنت في المسجد وأمام الناس فأخشى أنه هذا يكون أنه محبط لعملي قال الشيخ أكثر أكثر من الأعمال الصالحة سرا فإذا جاءك الشيطان جهرا قل أنا كذلك سرا. جميل. إذا جاءك لا نقول حتى أنا في السر. لذلك من أكبر علامات الإيمان والإخلاص أن يكون لك صالحات من ذكر وصدقة سر لا يعلمها إلا الله. جميل. خبيئة بينك وبين ربك. جميل. أكثر مرة. خليها تشويق هذه قصة المحسن. على ماسة. طيب نأخذها على ماسة ممكن. في ناس ما يحبوها. إذا في فرصة إن شاء الله نقولها في العامة. بإذن الله قصة المفتاح لا تفوتكم ولكن قبل أن يعني يمكن ندخل في استضافات اليوم. هذه البعثة بعثة المجد في المشاعر هنا كان لها استعدادات أولية. الزملاء في فريق الإعداد والمراسلين رصدوا لنا هذه الإعدادات فكان هذا التقرير نتابع. لبيك وحدت القلوب
باشرت بعثة قناة المجد ومنذ اليوم السادس من ذي الحجة أعمالها وتغطياتها الإعلامية من قلب المشاعر المقدسة. ما يزيد عن 30 فردا استنفروا كل طاقاتهم وإمكانياتهم بهدف وضع اللمسات الأخيرة على إعداد البرامج وتجهيز منصات البث، ولسان حال يقول من ملايين الحجاج إلى آلاف المشاهدين. نعم الله عز وجل علينا في المجد أننا نتواجد في كل موسم هنا في المشاعر مع الحجاج، نرصد حركتهم، ننقل للمشاهد جزء كبير مما يدور في أروقة هذه الخيام وفي انتقال الحجاج من المشاعر عرفة مزدلفة، مع طاقم فريق متكامل بفضل من الله عز وجل، والمجد حريصة أنها تنقل الحدث من المشاعر وتجعل المشاهد قريبا حتى يشارك معنا هذه المشاعر ويكون شريكا لنا من خلال مشاركته في من خلال وسائل التواصل الاجتماعي معنا في بعثة المجد من هنا في المشاعر. تغطيات مناسك وفعاليات موسم الحج جهد سنوي تقوم عليه قناة المجد منذ أن تأسست في العام 2003، وذلك حرصا منها على إظهار عمق المشاعر ومد جسور التواصل بين المشاهدين والحجاج أينما حلوا وارتحلوا، فضلا عن استضافة الرموز من العلماء والمشايخ وأصحاب القرار والعاملين في خدمة الحج والحجيج. محتوى البرامج بإذن الله سيكون مقسم إلى جانبين، الجانب الأول اللي هو الإعداد في ما يخص الجلسة اليومية من الساعة 5:30 إلى الساعة 12:30 على مختلف القنوات العلمية والعامة وماسا، وعندنا المحتوى الثاني هو محتوى تقرير المراسلين والجهد اللي يقدموه في الجانب الميداني وتغطية كل ما يخص المشاعر خلال الفترة هذه. الحنين لرؤية المشاعر المقدسة والإحساس والتفاعل مع مشاعر الحجاج داء لا يعالج بالقلم والورقة فحسب، وهذا هو الدافع الذي حمل قناة المجد على بذل الجهد والوقت والمال لاقتناص لحظات توثق الزمان والمكان والإنسان. على هذا المنوال ظل طاقم المجد من فنيين وإداريين وصحفيين لا هم لهم سوى مواصلة جهودهم واستعداداتهم، حال مليء بالمشقة والتعب، لكن بالنسبة لهم كان مفعما بالمحبة والشغف لإنجاز مهمة إعلامية خاصة. حسن عبدو لقناة المجد، المشاعر المقدسة. أهلا بكم مشاهدين الكرام، ها نحن هنا من المشاعر وضيف جديد فضيلة الشيخ شيخنا وحبيبنا الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز إمام وخطيب جامع الراجحي بمكة المكرمة. حياك الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبياكم وأسعدكم وتولاكم ورضي عنكم وأرضاكم أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الكريم الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا والذي تفضل علينا في هذا الاجتماع في هذا المكان في أطهر بقعة على وجه الأرض في مكة حرسها الله، أن يمن علينا ويتفضل علينا بالاجتماع بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وذلك برحمة الله ولطفه، وهذا أملنا بالله. الله يرضى عليك ويجزيك خير. حتى ما تعبت يا شيخ في الوصول لنا، حصلت لك مواقف؟ والله استمتعت، أنا كان فيه الآن طريق الخير دائم ميسر. الأخ اللي جابني عمر كان يقول الطريق مزحوم ما ظن نصل لهم، قال طريق الخير ميسر سنصل، فجينا الطريق منفتح بفضل الله الحمد لله. وجينا قبل الوقت. من المواقف اللي ما انساها انا اننا قلما نستضيف شخص لم يحج في الحج،
هنا. أي. يعني كل من نستضيفه يكون جاي معنا في المشاعر وحاجة. استضفناك مرة في يوم 7 أحسنت وما حجيت. أحسنت. وهذه السنة حاج إن شاء الله بمشيئة الحي القيوم. وانت مرة كان لعدم الحج قصة. أحسنت. قبل سنتين أو 3 سنوات تقريبا سنتين. طبعا كان هك السنة في نية حج. فلما أردت الحج الوالدة الله يرفع قدرها ويمتعها ويجزاها عن أحسن الجزاء. اللهم والديكم جميع الآباء والأمهات اللهم يجزاهم عن ابنائهم خير الجزاء. طلبت مني أن لا حج في ذلك السنة. وأنا أجزم أن الأجر والفضل بامتثالي أمره أفضل من تلك الحجة. فتركت الحج بفضل الله جل وعلا. اي نعم لان اديت الفريضه لان الان الحج النافله يقدم الواجب لكن الحج الواجب لا طاعه لمخلوق في معصيه الله يجب انسان يبادر لان الحج الصحيح واجب على الفور. كانت حجه ولله الحمد نافله فاستجبت وكان رايت الخير في الترك ولله الحمد منه. الله لفته جميله ذكرتها انت في البدايه يعني من فضل الله عز وجل علينا اننا اجتمعنا في هذا المكان من فضل الله عز وجل علينا انه يسر لنا الحج ويسر لنا الحجاج. وقد يغيب وذكرت برضو موقف الوالدة نسراني متحة بالصحة والعافية بلغنا وإياكم بروالدينا كذلك أن هذا من فضل الله عليك. فقد يغيب فضل الله عز وجل على الإنسان مع زحمة هذه الدنيا فيظن أن الأمور قد تكون بعض الأحيان باجتهاده وهذا لكن يغيب إدراك معنى هذا الفضل. أحسنت. كيف يستشعر الإنسان؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم أبي الله. طبعا فضل الله جل وعلا على العباد لا يحصى ولا يعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لا يمكن إنسان أن يحصي نعم الله. ومن أعظم نعم الله على عبده أن من عليه وهداه للإسلام. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلكم من الراشدين. لو تنظر الآن على من على وجه الأرض قرابة 7 مليارات المسلمين منهم الآن 1.5 مليار. نعم جميل. فالله جل وعلا اصطفك من هذا العدد وجعلك من المسلمين. ثم الله جل وعلا اختارك أنتم الآن من يشاهدنا الآن ويأتون هذا المكان أن تكون أيضا في مكة وأن تكون من حجاج هذه السنة. لا يستطيع أحد أن يحصي نعم الله فضلا عن أن يشكر نعم الله جل وعلا. ومن ذلك هذه الأيام دعنا الآن شيخ بندر والأخوة الفضلاء نتحدث عن شيء من فضل الله في هذه الأيام. جميل. شيء من فضل الله في هذه الأيام. في هذه الأيام فقط. فقط لما دخلت هذه الأيام العشر. وقال الله عنها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح في أحب إلى الله من هذه الأيام. جميل. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله إلى رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه المنحة الربانية لو أنت أملها الآن 10 أيام يستطيع الإنسان أن يرجع فيها كيوم ولدته أمه وهي أيام معدودات. فلما الإنسان يتقرب إلى الله وإذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان العبادة الآن في مكة 100,000 الآن الصلاة 100,000 هذا محل اتفاق بين العلماء. ومن أهل العلم من يرى أن جميع الأعمال في مكة مضاعفة وهو قول عند الحنابلة قول عند المالكية قول عند الشافعية يرون كل شيء 100,000 التسبيح الاستغفار التهليل. وقد تكلم أهل العلم للإمام الحسن البصري له رسالة بهذا كتب رسالة وكذلك يؤيد هذا من المتأخر البسام كذلك كتب بهذا رسالة الشيخ عبد الله يرى أن كل شيء 100,000. أما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن العمل يعظم من غير عدد لأن العدد ورد في الصلاة. الشاهد هذا من منح الربانية يستطيع إنسان يكسب. الآن لما نتأمل مثلا على سبيل المثال الحج الآن بكرة يوم 8 يبدأ الحجاج هنا من يوم التروية إلى يوم 12 4 أيام. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول عمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء لله الجنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيومي ولدته أمه. أنت لما تأمل الفضل الرباني هذا 4 أيام وترجع كأنك من أن توك مولود. الصغائر والكبائر إذا تاب الإنسان انتهت ومن فضل الله لا يغفرها فحسب بل تحسب للإنسان. يعني ولا يزنوا من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
أربعة أيام يستطيع الإنسان، وهذا كرم رباني أن الله سبحانه يتوب على العبد ويبدل سيئاته مهما بلغت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن لك أن تتصور أن بعد أربعة أيام من الآن أن فيها أشخاص أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم سيعودون كيوم ذاتهم بلا سيئة بلا ذنب بلا خطيئة. ومن كان بعيدا وتمنى الحج ولم يتيسر له بنيته الصادقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. على فراشه. لو شخص في بلد من البلدان يسمعنا الآن ويشاهدنا قال يا ليتني مع الحجيج، لكن ما عنده فلوس أو ما معه تصريح أو إلى آخره، الله يعلم ما في قلبه، الله أكبر، يعطيه الحج وهذا كرم. ثم إذا جلس في بلده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناظر إنني في صحيح مسلم أحتسب على الله في يوم عرفة أن يكفر الصلاة قبله والتي بعده. ثم إن فضل يوم عرفة الصحيح من أقوالهم أنه ليس خاصا بأهل الموقف، ليس خاصا بأهل الموقف، بل عام لجميع المسلمين من الفضائل الدعاء والاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هل هو لأهل الموقف فقط؟ وخير ما قلت أن النبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففضل الله جل وعلا، ولعل نمر برحلة الحج بس بالأيام هذه إلى شيء من فضائل الله جل وعلا المتنوعة والمتعددة. سبحان الله يا شيخ، إدراك هذه الفضائل فضل من الله. أحسنت، كون الإنسان يدرك أنه هذا فضل من الله، وشكر الشكر يحتاج إلى شكر. يشكره. جميل. يعني الإنسان إذا وفق أن يشكر ويتأمل بهذه النعمة لا يظن إنسان من نفسه، الله أكبر، إنما هي منحة ربانية. جميل. هو الذي يسر له، هو الذي شرح صدره، هو الذي أعانه. إن الآن مشروعكم المبارك هذا الآن الدعوة اللي تقومون بها الآن كانت في السابق تضرب أكباد الإبل، حتى الآن يبلغ الإنسان آية، الآن وانت جالس تبلغ آيات، تبلغ آيات إلى أقصى الدنيا والناس تسمعك الآن، أليست هذه نعمة؟ الله أكبر. ولا وهذا من توفيق الله ومن نعم الله، وذلك التفكر بنعم الله جل في علاه مصدر من مصادر السعادة والراحة النفسية والطمأنينة القلبية. فتجد الشيطان عاذ الله وإياكم منه يجعل الإنسان يفكر بالمفقود، لكن لا يفكر بالموجود. الله الموجود الله الذي بين يديه. يعني هذه الآن نعمة الهداية لوحدها لو الإنسان يتأملها، لأن المسألة جنة ونار، لو يتأمل نعمة خلود فيها ما لا عين رأت صلى الله عليه فضله. يعني لما يتأمل إنسانك بعد فترة وجيزة ستنتقل فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون عند من؟ عند الله جل في علاه، ومع محمد صلى الله عليه وسلم، ومع عيسى، ومع الأنبياء والرسل، ومع الصحابة. إذن هذا فضل رباني، منحة ربانية. فكل مسلم ليس الحاج عليه أن يستشعر هذه الأيام الفاضلة ويستشعر فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا كريم، ومن أسمائه الشاكر، ومن أسمائه الشكور، أن تتعلق القلوب بالله جل في علاه، وأن نفهم المعاني ونتدبر المعاني التي في هذه الأيام الفاضلة. يعني دعني أضرب مثال، مثلا على سبيل المثال الآن لما الإنسان يخرج من بلده شيء من فضل الله، وهو يذكر الله جل في علاه بدءا بدعاء السفر، يودع أهله وبلده وماله وجميع أموره يتركها لله جل في علاه، ويبدأ في ذكر الله جل في علاه، لأن الطواف بالبيت ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة شرعت لماذا؟ لذكر الله، لذكر الله، لذكر الله جل في علاه. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل أفضل الأعمال، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذكر هو أفضل الأعمال على الإطلاق. الحين جالس في ذكر الله، الله أكبر، أفضل الأعمال. أحسنت، وانت جالس في محلك الآن دائما لما يخرج الإنسان يبدأ في ذكر الله جل في علاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يا الله، أي كرم أعظم هذا، دقائق معدودة. صحيح. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أتمنى من كل مشاهد ومشاهدة نطبق هذا الحديث. لاحظ معي، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. الحين واحد يشارك بقصاص مع 1000 شخص، انبساط اني شاركت في القصاص، وسنة يتحدث. طيب يا أخي، انت تعتق 10 من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي. لاحظ بقية الحديث،
ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به لرجل قال مثله وزاد عليه. هو ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. مئة مرة ما تأخذ ممكن تقريبا 10 دقائق. دقائق ما بدن دقائق بعد بهدوا بعض الناس يمكن سريع. لو تعيد شيخ الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الملك وله الحمد وله كل شيء 100 مرة في يوم. لاحظوا معي كتب له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 قاط وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله وزاد عليه. يعني يوم القيامة الذاكر لله المكثر من ذكر الله لا يمكن أن يسبق إلى الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سبق المفردون. يعني ما يمكن يسبق أحد إلى الله. يا أخي وانت على فراشك وانت في سيارتك هذا مقصد من مقام من معاني الحج السامية. الإنسان الحاج يتمنى وغير الحاج لما هذا التكبير الآن نجد الآن في وسائل التواصل الاجتماعي التكبير التكبير لكن بالواقع ما نجده في السابق ما كان فيه التواصل صحيح. والمساجد تكبير والسواق صحيح. تكبير الآن كل يوصي في الوسائل لكن تجد في الواقع ما لا تجده. لعل شيخ حتى في النصوص يعني تحث على الأحسن لكن لما أتت إلى الذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا فحثت سبحان الله على هذا ما له منتهى بحيث أنك الآن تستمر الآن في هذا الجانب الأمر العظيم. والله يا أخي سبحان الله يعني كل ما تأخذ حديثا من حديث فضل الذكر يعني كل واحد من المسلمين يحب ما يحب الرحمن. والآن هذه أيام الذكر من قال سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان نبي اللي يحبه الرحمن واللي ثقل الميزان وشو سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم والجنة قيعان رأسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فضائل. شوف التشبيه البليغ مثل ذكر ربه ولا ذكر ربه مثل الحي والميت. جاء العرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فكل بشيء تشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكره. إذن فضل الله جل وعلا الآن لسان ويذكر بقلبه الآن في الذكر. وأنا أتمنى من المشاهدين خاصة أذكار الصباح والمساء قد يسأل بعض الناس كيف أكون من الذاكرين الله والذاكرات. الأذكار اليومية أذكار الصباح أذكار المساء خروج من المنزل ركوب السيارة هذه يصبح لسان من الذاكرين الله. أذكار الصباح بعد صلاة الفجر يقولها في مصلاة. أذكار العصر يقولها في مصلاة وهو في مصلى. ولا يشترط أن تكون في المصلى ما يشترط بس أن تساعدك الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. إذن ما الحقيقة فضائلنا أن نمر على أكثر من فضيلة من فضائل الله جل وعلا على العباد. دعنا مثلا وأنا أترك ودي المحقلة الآن مثلا من فضائل الله جل وعلا على عباده الرحمة الربانية في هذا الموطن العظيم. لما نأخذ مثل الحديث في صحيح مسلم وإنه لا يدنو شعور الذي يقف بعرفة إن الله سبحانه وتعالى قريب منه. وأيضا في نص الحديث في مسلم يقول ما أراد هؤلاء لو لله المثل الأعلى رحت الشخص قال شوفوا الشبي فلان نعطيه عطيته لأن المباهاة تحصل بعد الغفران ويباهي به ملائكة بعد المغفرة. هذا الفضل العظيم الرباني لو يشعر المؤمن بهذا القرب ويناجي ربه وكله أمل الله وكله ثقة بالله يقول ابن المبارك أتيت أنا ودي اللي واقف عرف واللي برا عرف يستشعر المعنى. يقول أتيت إلى سفيان الثوري وهجات على ركبتيه قلت من أبأس الناس حالا في هذا الموطن. قال أبأس الناس حالا الذي يظن أن الله لا يغفر له الذي لا يظن أن الله لا يغفر له. يا أخي الكريم يا من تركت بلدك وتعبت أنا عند ظن عبدي بي أنا ظن فإن ظن بي خيرا فلا نظن بالله جل وعلا. هذا عمل قلبي لا يعلم به إلا الله. ما في قلبك لله جل في علاه. فالإنسان يظن بالله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى كريم. وفي جانب العبادة يغلب المسلم جانب الرجاء في جانب يجمع بين الرجاء والخوف. وأعظم من ذلك المحبة لله. أحيانا بعض الناس الرجاء خوف لكن روح العبادة ولذة العبادة ومتعة العبادة وأساس العبادة هو محبة الباري جل في علاه. لا يمكن أن تشعر للصلاة ولا للحج ولا بلذة إلا بمحبة الله جل في علاه. الله أكبر. هذا الشعور هو الذي يجعلك تستمتع بالتعب هنا في ميناء رمي الجمرات والتنقل بين المشاعر والوقوف بعرفة والوقوف بالشمس. هذه المحبة التي في قلبك لله تجعل التعب والمشقة راحة وأنسا وسكينة وسعادة. المحبة التي في قلبك ولذلك رجاء وخوف لكن أيضا تعبد الله جل وعلا. أنت لما ترفع يديك في عرفات وفي غيرها لله استشعر بأن الله قريب منك
وهو الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا. وأنه وفقك ليعطيك. الله أكبر، سبحانه، وهذا أحسنت، ما وفقك لهذا إلا الله سبحانه، سيكرمك جل في علاه. ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الله أكبر. وتأمل معي، والله يا أخوان، إن الله حيي كريم يستحي من عبده. الله يستحي من عبده، يستحي من عبده، رفع إليه يديه ردهم صفر خائبتين. ولا تتعظم شيء، اسأل الله كل شيء الصغير والكبير. أعطى الله كلام، إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. الدنيا كلها سبحانه وتعالى، والآخرة كن فيكون لهذا الإنسان. المغفرة والرحمة والرزق والشفاء بيد الله، نعلق القلوب بالله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماء وصفاته. هنا نجد للحج وغيره المتعة واللذة، لما تتعلق القلوب بمحبة الله، بجلال الله، بتعظيم الله. فرق لما يجي واحد حاج يريد أن يسقط بس فقط الركن هذا عنه، أنا علي ركن وأريد أسقط عني. لا يا أخي الحبيب، نعم تسقط الركن ولا تأثم، لكن يريدك أن تستمتع وأن تتلذذ بهذه الشعيرة وهذا الكرم الرباني، وأنك تعيش في موسم عظيم، وأنك تعيش في مكان طاهر اصطفاه الله جل وعلا واختاره. لما خرج منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقف وبكى صلوات ربي وسلامه عليه، وقال لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وفي رواية قال ما سكنت غيرك، لأنه يعلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أحب هذا المكان، الله أحب هذا المكان، فنحن نحب ما يحب الله ونعظم ما عظمه الله. الله عظم مكة وأحب مكة واصطفاها، فنحن نحب ما يحبه الله، وإذا أحببنا ما يحبه الله أحبنا الله جل في علاه، وإذا عظمنا ما عظمه الله أحبنا المولى جل في علاه. فنستشعر هذه المعاني الإيمانية التي كلنا بحاجة إليها، لسيما الإنسان لما يقف ويأتي ومحمل بالذنوب والسيئات، يستشعر الكرم الرباني. وما هيأ لك سبل الحج وطرق الحج وشرح صدرك وأعانك إلا يريد أن يمن عليك بالرحمة، ولا تيأس من رحمة الله جل في علاه. أنا كنت البارح في حملة قطرية، فتكلمت كنت كلامي عن إحسان الظن بالله، فمسكني أخ كريم فاضل قال لي كلمة، قلت هذه الكلمة عند الله عظيمة، ربما تكون سبب مغفرته. قال أنا كذا بعبارته، أنا وجهي ليسمح الإحسان بالظن بالله. قلت سبحان الله، هل نسيت أن الله غفر لمن قتل 99 نفسا؟ 99 نفس غفر الله جل وعلا هذا التائب ومن عليه وأدخله الجنة، مهما فعل الإنسان من الذنوب وتاب إلى الله فإن الله. إذا نأخذ هذا الكرم الرباني، التراحم يا أخي، لما يأتي الإنسان إلى هذا المكان يرى الكبير ويرى المريض ويرى يعني الأشكال الفقير، فيرحم هذا المسكين ويرحم هذا الفقير. هذه الرحمة أخي الحبيب التي في قلبك لهذا المسكين سبب لرحمة الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما ترحم هذا المسكين تبي تشوف الآن مناظر، نبي نشوفه، تصدق عليه ولو بريال، أعطه ماء، ارحمه، لأن هذا موطن الرحمة. فإذا رحمته رحمك الباري جل في علاه. ارحم الخلق يرحمك الخالق، من أسباب رحمة الخالق للمخلوق أن يرحم عباده. ولذلك نبينا هو صلوات ربي وسلامه عليه كان إماما في كل شيء، فكان صلى الله عليه وسلم يرحم الحيوان ويرحم الصبي ويرحم الكبير ويرحم. لما قبل الحسن وقال الأقرع بن حابس أو تقبلوا صبيانكم، إن لي عشرة من ولد ما قبلته منهم أحد، قال أو أملك لك شيئا نزع الله الرحمة من قلبك. لا تنزع الرحمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. فإذا رأيت إنسان رحيم اعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه، هذه الرحمة من ربانية. إذا أنا لما أكسب هذا الخلق وأخذ من أنا أريد أن أخرج من الحج من مدرسة الحج، ليس فقط بالحج، يكون منهجا لي في حياتي كلها، أن أخذ هذه الأخلاق الكريمة والصفات التي سأتعودها في هذا الموطن العظيم الكبير، وأتخذ مع نفسي قرارا أن يغير الحج. نسمع مثلا رمضان غيرني، الحج يغير. أنت سواء حاج ولا، لما تشاهد هذه المناظر وأنت عبر الشاشات الآن، الشاشة تشاهد الحجاج، يغير حياتك كلها. فإذا الإنسان أكرمه الله بالحج وشاف هذه المشاهد فإنه يتخذ قرار أنه يغير حياته. الدنيا فرص، من يضمن له أنه يعيش إلى سنوات؟ الآن في ناس جو الحج وتفو مكمل فريضة الحج. فإذا الإنسان يأخذ من هذه المدرسة ويراجع نفسه في مراجعات كثيرة، لا سيما نجد الآن مثلا في الآن ما شاء الله الناس يحرصون على الحج، وهو شرط
الشرط الأول الإخلاص، وشرط المتابعة. يسألون عن صفة الحج وكماله وأخطيت ورميت وزينت، لكن روح الحج وهو محل نظر رب القلب. يجب الآن أنك إن صح التعبير أن تحج القلوب قبل تحج الأبدان. التوكل والاستعانة. نعم، نتوكل على الله جل في علاه. يا أخي لما نستعين بالله جل وعلا ونتوكل عليه سبحانه وتعالى ونتخذ من هذا مكان لصفاء القلوب، صفاء النفوس، تطهير القلوب، هذه فرصة لهذه المدرسة الربانية ومدارس الحج الآن الكثيرة التي لا تنتهي الآن. وما يستفيده الإنسان الآن لما يطلع يخرج الإنسان من بلده، والأمثلة كثيرة في هذه المدرسة الإيمانية، لما يخرج الإنسان، خروج الإنسان من بلده ليس سهل، السفر ليس سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمه فليرجع إلى أهله. ترك البلد ليس سهلا، فإذا ترك الإنسان بلده الآن هذا سيحتاج صبر، صبر على العناء السفر ومشقة السفر وصرف المال والتنقل بين المشاعر ورمي الجمرات طيب يا أخي ما هي الثمرة؟ يا أخي الكريم تأمل معي أيها الحاج الصابر أن الله جل وعلا يحبك. الله، هذا معنى سامي، والله يحب الصابرين. الله، أنت صبرت بالتعب والمشقة والعناء من تركت بلدك، لا يكرمنك والله، يكرمك الله بمحبته. أنا ما بيجبر التعب والمشقة، طيب وش ثمرت؟ ثمرت الله يحبك أيها الحاج يا مسلم، والله يحب الصابرين، هذا المعنى العظيم. بل هذه الحاج وغير الحاج، الحاج ولغير الحاج، أنا يريد منهج لنا جميعا في حياتنا كلها، والله مع الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعطية على قدر معطيها، ربنا يعطي الحاج عطاء وغير الحاج يعطي المسلم الصابر، ثم يجعل هذا له منهج، يصبر على العبادة، يصبر عن معصية الله، يصبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر وهكذا في حياته كلها، يأخذ من الدروس اللي لا أترك المجال لكم الحقيقة. نعم. الشيخ في قضية استشعار هذه النعم اللي كنت تفضل، يعني يقولون حتى تستشعر نعم الله عليك لا تنظر إلى بعض الخير الذي لم يأتك، انظر إلى كثير من المصائب التي نجاك الله منها. ومن بينها لو يعني قاس الإنسان على الإسلام، تجد أحيانا رجلا كبيرا مهندسا مشهورا في دولة غربية ثم تجده يعبد فأرا، اللي هي عندك من الفواسق الخمسة. يعني أحدهم يقول رحت للهند وجدتهم يضعون شبك يعبدون الفئران، قال قلت لهم ليش تضعوا هذا الشبك؟ قال خشية أن تؤذيه النسر. قال قلت لهم إذن النسر أقوى من الفأر، فلماذا تعبدون الفأر؟ فأقصد أن يستشعر الإنسان بضدها تتضح الأشياء. أنت تعبد ربا كريما هو القوي المهيمن الذي على العرش استوى، في حين غيرك يعبد فأرا هو الذي إذا حل في مكان دل على نجاسة هذا المكان. أحسنت، رائع جدا. بل كما يعني الآن الله جل وعلا خلق العباد على الفطرة، وأن تتعلق القلوب به، لذة الحياة ومتعة الحياة وبهجة الحياة بعبادة الله. وكلما ازداد الإنسان عبودية لله كلما ازدادت حياته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلما استجبت لله تكون حياتك. يا أخي الآن أعز ما في الإنسان وجهه، هذه لما تضع أعز ما في هذا أقرب صفة كل الله جل في علاه، وهذه محبوبة إلى الله سبحانه. بل إنها تنشرح به، هذه الصفة تنشرح بها الصدور. والله لو يستشعر يا أخوان المؤمن وهو ساجد أنه قريب من الله، إنه ما يستعجل برفع السجود، يسأل الله من كل شيء، يعني قريب من الله جل في علاه. الآن يا شيخ كما تفضلت الآن لما يصرف الله عنك، الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاها الله أحد ثلاث، منها قال أو يصرف عن السوء مثلها. بعض يقول ما استجيب، من قل لك ما استجيب لك؟ كم صرف الله عنك من السوء والبلاء؟ الله أكبر. أن تركب الطيارة من حفظك، الله أكبر. تركب السيارة من حفظك، الله أكبر. بيتك الآن كم فيه من الخاطر، كهرباء ثلاجة وغسالة، كم فيه من المخاطر. الآن بيتي يحترق توصيله وشب البيت كله، يا أخي ما الذي يحفظك؟ الله، من أسماء الله اللطيف والحافظ والحفيظ، ما الذي تولاك؟ إذن تقول ما حصل لي، الله صرف عنك من السوء والبلاء، تحقق لك ما أردت، أو ادخر لك يوم القيامة أشياء تقول يا ليت لم يستجب لي دعوة في الدنيا. هنا من المعاني تسلم أمرك لله، الله يختارك. يمكن تسأل الله مالا، فالعليم الحكيم الرؤوف الرحيم يعلم بأنه لو أعطاك المال تتطغى كما طغى غيرك، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغرق. فيقول ابن تيمية رحمه الله: منع الله عطاء، منع الله عطاء، ما منعك ليحرمك سبحانه. أحسنت. ولذلك لما نعيش هذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
والذي نفس محمد بيده، ما قضى الله على عبد قضاء إلا كان خيرا له، رضيه كرهه مكرهه، الله هو الذي اختار وحده. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم ختم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو نعيش هذه المعاني، خاصة كما قلت مدرسة إيمانية، مدرسة الحج، ونتخرج منها ونأخذ المعاني، ثم الإنسان يتدبر، يجب أن يتدبر، ما يأخذ مجرد بالشكل وهيئة، لكن يأخذ المعاني الإيمانية، المعاني القلبية، المعاني الروحية، ويعيش بها ويتخذ، والإنسان خلاص أنا بإذن الله سيكون هذا منهج في جميع شؤوني وفي جميع حياتي. الله يرحمك. هذا خالد ينتظر من أول يبغى يداخل. لكن يا شيخنا كانت يعني هذه واحدة من الوسائل اللي ذكرها الشيخ ناصر، وكيف الإنسان يستشعر نعم الله عز وجل عليه، خاصة أن الله عز وجل يحب هذا الأمر، يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله عز وجل يحب استشعار النعم وذكرها، فكيف الوسائل اللي ممكن تعين الإنسان على أن يستشعر فضل الله عليه ونعم الله عز وجل عليه خاصة؟ هل توجد وسائل تعين الإنسان على هذا؟ أحسنت. من أعظمها التعداد، تعداد النعم. لو يجلس الإنسان نعمة البصر، الله أكبر، من اللي أعطاك النعمة؟ الآن غمض عينيك وشوف، شوف شلون الآن تكون الآن. اللسان الواحد مبحل زي ما وده يعبر للناس ما يستطيع. لاحظ الصم الآن، والله صحيح بالحج، بعد الحج واحد وده يعبر ما هو عارف يتكلم. شوف الصم كيف يوصلون، ما يريدون بصعوبة، بإشارة، بكتابة، أن توصل ما تريد بقلبك بكلمتين، وهذا الأصم مشقة. البصر كيف تتأمل وتتفكر بخلق الله وهذا الكون العظيم، هذه النعمة البصر لا يمكن يعرف. ترى به والديك وأبنائك. الله أكبر، كيف تشكر الله على هذه؟ إذا تعد نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الأولاد، نعمة الزوجة، نعمة كذا، نعمة كذا، يعدد الإنسان نعم الله جل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى شكرك. أحسنت، لأنك لابد الآن أيضا الدعاء، قصدي الإنسان يدعو اللهم عني على شكرك، تسأل أن يعينك على شكر النعم، إن الآن الإنسان. ثم إنك تعرف أيضا فضل الشكر. يقول ابن القيم رحمه الله نصف الدين شكر، نصف الدين شكر، ولو وتعرف فضل الشكر صبر، لأن مش قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. لكن شوف تتمة الحديث، قال وليس ذلك إلا للمؤمن فقط، أما غير المؤمن يتحسر وتفوت هذه ولا يشكر الله، يستغلها خطأ والمصائب ما يشكر عليها. ومن وسائل أيضا أن نعرف فضل الشكر، أن نعرف فضل، والله يحب الشاكرين، وأن الشكر يحفظ النعم بل ويزيد النعم، وسنجزي الشاكرين. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأزيدنكم. وقليل من عبادي الشكر. فإنسان يعدد ويسأل الله ويعرف فضل الشكر، فإذا عدد نعم الله جل وعلا سكن هذا. عبد العزيز الله يحفظك، أنت في البداية ذكرت موضوع الشكر والأفضال، أنا أقول لو الإنسان أيضا تفكر في هالحج الآن، ولله الحمد نحج ونحن لسنا خائفين ولا جائعين ولا عطشة، موضوع الأمن في هالبلاد الطيبة الله يعني تحتاج حقيقة إشارة وتذكر باستمرار. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل إن العبادات من صلاة ومن حج لا يمكن تتم إلا بالأمن. كان في السابق ما يستطيعون يصلوا إلى مكة ويسلبون قبل أن يصلوا إلى مكة. نعمة الأمن يا أخوان، والله هنا من أجل من أعظم نعم الله، ولا يحتاج تقرأ السير والتاريخ، اقرأ الواقع الآن من أول مسافة، تقول اقرأ التاريخ، اقرأ الواقع حولك في الدول هنا وهناك. الإنسان ما يستطيع أن يصلي المغرب في المسجد، ولا يصلي العشاء في المسجد، ولا يصلي الفجر، كما حدثنا بعض طلبة العلم يقول والله ما نستطيع نصلي، إمام مسجد يقول ما أقدر أصلي المغرب ولا أصلي العشاء ولا الفجر في المسجد من الخوف. صحيح. ولذلك الآن هذه النعمة العظيمة كما تفضلت الشيخ سامي، الآن الإنسان يتأمل ويشكر الله عليه، ونسأل الله نديمه نحن في هذه البلد بنعمة عظيمة، نعمة تطبيق الشرع ونعمة الأمن ونعمة الاستقرار، ويستطيع الإنسان أن يأتي إلى مكة ويتنقل وهو بسكينة وبطمانية. أسأل الله أن يديمها يا رب وأن يحفظها علينا الله وأن يرزقنا شكرها بالقول والعمل. ومن أراد
بالحجاج سوء، أسأل الله أن يبطل كيده وأن يجعل كيده في نحره، وأسأل أن يتمن على الحجاج حجهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار. بالله لفظك هذا سالم من عسل يا شيخ، أم هل صببت على أفواهنا العسل؟ والله راح علينا الوقت وحنا ما ودنا نوقف هذا التحليق الإيماني الرائع وهذا الكلام الجميل، نسأل وهذا من فضل الله علينا أنه أكرمنا بالجلوس معك اليوم والحديث هذا الطيب المبارك. أمين. مشاهدين الله اللي جمعنا بالمك، أسأل الله أن يجمعنا بأعلى الجنة. اللهم الله يجمعنا بالفردوس الأعلى. اللهم وهذا الفوز العظيم. اللهم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم وأنتم فيها خالدون. اللهم ورحم الله البطن التي أنجبتك. الله يرفع وإياك وجميع السامع المشاهد. الله يرفع قدرك. الله يرضى عليك. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا اللقاء مع الشيخ عبد العزيز بن داود الفائز. لإمام وخطيب جامع الراجحي بمكة المكرمة، أنسنا بالحديث عن فضل الله عز وجل، نسأل أن يديم علينا وعليكم هذا الفضل العظيم. فاصل مشاهدين الكرام ثم نعود، ابقوا معنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا، شعار أطلقته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام، تمثل ذلك في إطلاق مجموعة من البرامج والأعمال الموجهة للرقي بمستوى الخدمات ضمن سعي المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والترحيب بهم. تنطلق هذه السنة في عامها الثالث ولله الحمد والمنة بعد نجاح في العامين السابقين، دشنها سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل. تبدأ هذه الحملة يوم 22 ذو القعدة وتستمر إن شاء الله إلى نهاية موسم الحج 30 ذو الحجة. هناك هدايا وضيافة لحجاج بيت الله الحرام. جميع الإدارات تتعاون في خدمة حجاج بيت الله الحرام وأيضا زوار المسجد النبوي الشريف.
تمارس الرئاسة المهام والاختصاصات المتعلقة بالحرمين الشريفين، ومنها الإشراف الديني على التوعية والإرشاد، والإشراف الإداري والفني والخدمي، إضافة إلى القيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة، وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية للحرمين الشريفين. إدارة الترجمة بالمسجد الحرام حاليا جهدها في تقديم الترجمة الفورية للخطب كل جمعة على الهواء مباشرة. استهلت هذه الإدارة أعمالها في 28/4/1435 بالبدء بالترجمة للغة الأردية والإنجليزية في المسجد الحرام، ثم توسعت وسمت إضافة اللغة الفرنسية والإندونيسية في المسجد الحرام، طبعا عن طريق شبكة إذاعية يتم تعريف الحاج بأن مثلا القناة أو الإذاعة 100 FM داخل المسجد الحرام هذه الإذاعة الإنجليزية، لا تبث المحتويات إلا المحتويات الإنجليزية الخاصة بالمسجد الحرام من خطب ودروس ومواعظ وغير ذلك. إن خدمة الحشود من الحجيج والمعتمرين في مكان واحد وفي فترة واحدة تتطلب جهدا وعملا وفق منهجية علمية مدروسة ومراقبة دقيقة، مستخدمة في ذلك التقنية الحديثة التي تناسب طبيعة العمل في جوار البيت العتيق. خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف ووسام يحق لكل من سعى في خدمتهم، لذا تسعى المملكة جاهدة من خلال الاستغناء عن الوسائل القديمة إلى الانتقال للوسائل الحديثة المتطورة، سعيا منها في التميز في خدمة حجاج بيت الله الحرام لينالوا بذلك حجا ممتعا مريحا. عادل بفلح لقناة المجد من المسجد الحرام مكة المكرمة. أرض المشاعر بازدهار ترى المجد ينير كما النهار، وفي أرض المشاعر بازدهار ترى المجد ينير كما النهار، كمثل الشمس ساطعة تنادي ملامع سطرت سحب المنار، ملامع سطرت سحب المنار، وفي أرض المشاعر ترى المجد ينير كما النهار، وفي أرض المشاعر بازدهار ترى المجد ينير كما النهار، وفي أرض المشاعر بازدهار ترى المجد ينير كما النهار، كمثل الشمس ساطعة تنادي ملامع سطرت سحب المنار، ملامع سطرت سحب المنار، وفي أرض المشاعر. أهلا بكم مشاهدين الكرام، عودا حميدا والعود أحمد، ها نحن هنا من المشاعر، ويتجدد في كل لقاء ضيف جديد. ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حياك الله يا شيخنا. حياكم الله، سعداء جدا المشاهدين. حنا بعض المشايخ يقولوا انتم ما شاء الله كثير يعني، وايش، لكن حنا ترى الحديث الاريحي نأنس به، فنحن هنا بين يديك يا شيخ كالطلاب نأنس ونستفيد. الله يكرمك. انا اعتبركم كالمحققين. لا بالعكس، حنا يعني نمثل الجمهور في هذا المجلس، و لعله قد يعني يأتي في الخاطر سؤال فنوصله إليكم يعني نيابة عنهم. جميل. شيخنا الكريم، يمكن يعني المتأمل في هذا المشهد العظيم واجتماع الناس في هذا المكان وفي هذه الفترة الزمنية الوجيزة وهذه الأعداد الذين لا يكاد يخلو منهم، يعني من كل دولة في العالم تجد حاج يمثلهم، ترجع بنا سبحان الله يعني الذاكرة إلى نداء إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. اللهم صل. هذا الأذان هو أكثر أذان في العالم بركة. الله أكبر. لا نعرف
بركة حلت على أذان مثل هذا الأذان الذي أذن إبراهيم به على جبل أبي قبيس فأبقاه الله في هباءات الهواء الله وفي أصلاب الرجال يتوارثه الخلق إلى اليوم يسمعونه قهرا إذا أراد الله منهم أن يحجوا. الله أكبر. لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج قيل إنه أوقفه على المقام حتى ارتفع به فصار يعني في حدود الجبال في أطراف الجبال وقيل إنه وقف على جبل أبي قبيس فنادى إن الله قد كتب علي بنى بيتا وكتب عليكم الحج فحجوا. وقال إبراهيم لربه سبحانه وتعالى وهو يسأله يا رب صوتي لا يبلغ أحدا قال أنا أبلغه الله أكبر. من كان حيا فسيسمعه الله. ومن كان في أصلاب الرجال فسيكون معه منك النداء منك النداء وعلينا البلاغ الله أكبر. قاعدة شفتنا الأسباب هذه بالشريعة عجيب عجيبة سبحانه أفضل السبب إيه. كان الله قادر على أن يضع هذا النداء في أصلاب الرجال أو يضع هذا الصوت في هواء هذا الكون ويسمعه كل واحد لكن لابد من هذه السببية بجذع نخلتي تساقط عليك رطبا. فلما نادى إبراهيم استجاب سمع من في الأرض ممن أراد الله له أن يحج واستمر هذا إلى يومنا. أنا عندي قناعة أن الحج فعلا موجود في أصلاب الرجال لمن أراد الله له أن يحج حتى ولو كان كافرا. سبحان الله. قد تقولون كيف؟ كيف وهذه من الغرائب كيف وهذه من الغرائب. في عام 1420 كنت في جنوب تشاد فقال لي الإخوة هنا أمير قرية يريد أن يسلم فلعلك تصحبنا. قلت هذه فرصة من يتركها. فذهبنا لهذا الأمير فلما جئنا وجدنا الناس قد اجتمعوا ودخلنا على أمير القرية جلسنا عنده فسقونا شيئا. كان الذي دعاه إلى الإسلام ابن أخته فجاء إلينا هذا الرجل وقال يا إخواني معذرة خالي قبل قليل قال لنا لا رغبة لي في الإسلام وأنا سأؤجل إسلامي لوقت آخر. يبدو أن الشيطان يعني أطاف به وقال له أن تسلم الناس يقولون طماع عندك أغراض مدري إيش تركت دين أبائك شيء من هذا القبيل. الحقيقة فجعنا. قال إن الخال يقول خلاص الناس يسلمون وأنا فيما بعد أقرر وسأحدد الزمان الذي سأسلم فيه. قلت هذا قرار نهائي وإلا يحتمل النقاش. قال لا هو قرار نهائي. قلت يمكن نقابله؟ قال نعم يمكن تقابلنا. فقلت ناديه لنا فناداه ودخل علينا جلس. قلت يا هذا أنا جئت من بلاد بعيدة وفرحت لما سمعت أنك تريد الإسلام واستبشرت وتركت أعمالي من أجل أن أشهد إسلامك في هذا اليوم. فأنا أحب أن أذكرك بأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فإن كنت تعلم متى ستموت فمن حقك أن تقرر متى تسلم ولكن اليوم أنت حي أو هذه الساعة أنت حي وبعد ساعات قد تموت على دينك وأنت الآن قد قامت عليك الحجة لأنك عرفت أن الإسلام حق. الثاني هؤلاء قومك إذا أسلموا ثم أسلمت من بعدهم لم تنال من أجرهم شيئا. الله أكبر. أما إذا أسلمت فنحن عندنا في الإسلام أن من أسلم وتبعه الناس على إسلامه أو على أي حسنة يعملها فإن الله عز وجل يجعل له أجر تلك الحسنة وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فانظر إلى هؤلاء وأبنائهم وأبناء أبنائهم ومن حولهم من القرى إذا أسلموا سيكونوا في ميزان حسناتك وأنت بهذا القرار ستحرم نفسك من هذه الفرصة العظيمة. الثالث قلت له وأنا جئت بهدية معي لا تصلح إلا لمن أسلم وهي هدية واحدة إن لم أعطيكها سأعطيها رجل آخر. قال ما هي الهدية؟ ترك النقطة الأولى والثانية. إيه. قال ما هي الهدية؟ ترك الأولى والثانية وراح الثالثة. ما هي الهدية؟ قلت الهدية أن تحج بيت الله الحرام وتكون مع الحجيج بعد 50 يوما كنا في حدود 20 شوال
فأطرق هكذا بنظرة الأرض يفحص فيها، ثم قام من غير استئذان ودخل بيته، كنا خارج البيت وقام أصحابه معه وبقينا. فقال لي مدير مكتبنا هناك وهو أحد الإخوة الفضلاء من طلاب العلم واسمه بشير، قال يا شيخ الأولى والثانية معقولة لكن الثالثة ما لها خانة، أنا أرى أن ذكرها ما له أي قيمة، أن تقول له إذا أسلمت بنت عبد ما له قيمة، يعني تقول له والله أنا بأتربى خليك تسافر لتتعب وتذهب إلى مكان غير آمن. أيضا يسمعون أحيانا في وفيات وفي مشاكل وفي. قلت اسمع يا بشير، إن كان في كلامي خير فهو في الثالث. سبحان الله. قال لي والله أنا أشك في هذا الكلام لك. سبحان الله. قلت سترى. أنا والله قلتها كذا يعني غلب الظن من عندي. جلسوا ثلث ساعة ثم رجعوا فقالوا نبشركم أمير القرية يريد الإسلام. سبحان الله. أي فقلت لابني أخته تعال ليش بيسلم؟ ما السبب؟ قال لنا أن الرجل يقول معي هدية إن ذهبت فستكون لغيرك وهي الآن لك ولا تصلح إلا لمسلم وأنا عندي رغبة في الحج. سبحان الله. الآن ما أسلم يا إخواني ولا يعرف أحكام الإسلام قال أنا عندي رغبة في الحج أنا أريد أن أحج. سبحان الله. فقلت للأخ بشير إيش رأيك؟ قال والله هذا شيء عجيب لأن ما في أحد ترغب في شيء وتقول له أنا سأذهب. أي نعم تتعب وتبذل مالا وقد تمرض وقد تصاب بشيء من المكاره وما ركب الطيارة قبل ولا عنده جواز سفر وأشياء كثيرة أهوال أمامه بالنسبة لشخص في قرية أو في غابة بالنسبة له هذا عالم مجهول والرجل كبير في السن يعني قارب 65 عمره. فقلت له اسمع يا بشير أنا استنبطت هذا من قول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الأذان قال العلماء إن الله بلغه الناس في أصلاب الرجال فأنا قلت إن كان هذا ممن بلغه فإنه ستتحرك فيه هذه الفطرة وإن كان ما أراد الله به ذلك خلاص استنفدنا السهام التي معنا. قال والله أنا أول مرة أسمع بهذا التأويل وبهذه الطريقة هذه طريقة غريبة أن الناس يرغبون في دين الله عن طريق الحج. قلت لا هذا من القرآن. بالفعل دخل في الإسلام وأرسلناه إلى العاصمة لينهي الإجراءات وفوجئنا بأنهم قالوا لنا إن الحج أغلقت المقاعد ولا في مجال. فأمرنا الإخوة أن يبذلوا قصارى جهدهم ويدخلوا على السفير السعودي ويتوسلوا إليه في أن هذه قضية قد يكون بسببها مشكلة كبيرة في المنطقة وقد يرتد الرجل فنرجوكم استثنوه. وفعلا ركب آخر إنسان في الطائرة وجاء ورأيته. كيف يا إبراهيم؟ سمى نفسه إبراهيم. قال نحن كنا في ظلمات فأنقذنا الله بما, بما, بما أنتم فيه، أنتم في أنوار عظيمة كيف تركتمونا يفترسنا التنصير نبقى في الوثنية والشرك، كيف سمحتم لأنفسكم بهذا؟ عندكم هذا الخير تتركوننا بأي حق؟ وعندكم هذا المال وعندكم هذه السعة النصارى يبذلون ويفعلون، ما الذي فعل بكم ذلك؟ سبحان الله العظيم. أنا بعدها ازدادت قناعتي بأن هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. تقول ترى سأحججك الله أكبر. خصوصا إذا كان كبيرا في قومه أو إنسانا يعني ذو شأن أو مسؤولا فإن لهذا أثرا عظيما، إذا كان الله قد أراد به خيرا فستنطق تلك الفطرة التي استجابت يوم أن نادى إبراهيم على جبل أبي قبيس. الله. ووقع لي أيضا قصة أخرى مشابهة لهذه القصة. نعم. وهي أننا مرة مررنا على قرية نزور أحد الإخوة زيارة في الله اسمه ميكائيل وقد توفي قبل أسبوعين. في أي دولة؟ ميكائيل اسمه. لا في أي دولة؟ في دولة تشاد أيضا. أيضا تشاد. أي نعم. كان عنده خلوة لتحفيظ القرآن فرأينا عنده رجلا جالسا فقلنا له من هذا يا ميكائيل؟ قال هذا جار لنا كافر في القرية المجاورة يأتي يزورني ويأنس بالحديث معي. فالمهم جلسنا
فالرجل لما رآنا قال لي ميكائيل هؤلاء من هم؟ قال هؤلاء قوم من العرب. قالوا ماذا يريدون؟ قال أبدا جاءوا يزورونني في الله، الإسلام يلغي الفوارق بيننا ويفعل ويفعل ويفعل. فقلت فقال سبحان الله، أليس هؤلاء من دول البترول؟ ما الذي يأتي بهم إلى صعلوك مثلك؟ سبحان الله، إيش مصلحتهم من هذا؟ إيش المعاني اللي جعلتهم يأتون إليك ليتفقدوك في هذه الغابات وفي هذه الأدغال؟ فقال ميكائيل نحن الإسلام له قوة روحية تزيل كل هذه الفوارق وتجعل الإنسان يبذل نفسه ليذهب إلى كل مكان من أجل أن يبلغ رسالة الإسلام. قال يا ميكائيل أنا معجب جدا بدينكم، وما يمنعني من الإسلام إلا خشية أن يتفرق أهلي، فإذا أذنت لي سأذهب إلى أهلي أستشيره، إن دخلوا في الإسلام فأنا معهم، وإن اختلفوا فنحن على ما كنا عليه. فجاء الأخ وقال لنا إن الرجل يقول كذا وكذا، فقلنا له قل له يذهب ويستشير أهله. بقي يومين واتصل بنا وقال تعال. فجئنا إليه في الصباح وقد جمع أهله وزوجاته، زوجاته كثيرات. ها لك رغبة في الإسلام؟ قال نعم. كلهم الحمولة جايين، الحمولة حاضرين أبو. أي كلهم من بيته فقط أولاده وزوجاته. كم زوجة؟ والله ما أدري، السبع والثمان والعشر قليل يعني، عادي جدا عنده لأنه تعرف لا دين ولا شيء يعني. فالمهم عرفناهم بالإسلام وكذا ودعوناه للإسلام فأسلم، وأسلم أهله الحمد لله. فقلت يا يا فلان اسمه وحيد في الجاهلية اسمه وحيد، ماذا تريد أن نسميك؟ قال ما أدري يعني، قلنا أنت عبد الواحد. فقال أنا عبد الواحد. فقلنا يا عبد الواحد نحن عندنا لك هدية. قال ما هي؟ قلنا ستحج بيت الله الحرام. قال خيرا إن شاء الله أنا مستعد. لما ذهب إلى أهله قال جماعة وعدوني بالحج، قالوا يا مسكين يا مجنون هذا الحج فيه مشاكل وقد تذهب وتموت. فخاف وقبل أول الأمر وفرح، لما ذهب إلى أهله خاف. فجاء إلى ميكائيل وقال له يا ميكائيل أنا خايف من الحج. قال كيف يا أخي، هذه فرصة جاءت لك، نحن في الإسلام من 60 سنة ما جاءتنا، اغتنم الفرصة لا تفوتك. قال استعنت بالله. فجاء وقابلته هنا بعد جسر الملك عبد الله، كان مخيمنا هناك. فقلت يا عبد الواحد كيف الإسلام؟ قال الإسلام مثل النهار بالنسبة لليل. أنا تدري كم عمري؟ قلت كم عمرك؟ قال عمري الآن شهر. عمري؟ عمري شهر وهو قد بلغ 70. إي والله يا إخوان فعلا سبحان الله، كان هذا الحج سببا لثباته في الإيمان. لما رجع كان عنده دراجة من النوع الذي يمشي على الديزل ويكون يدرج بالهواء. قال للداعي الذي وضعناه عنده اسمه سليمان أصيل، يا سليمان أنا لن أرتاح حتى أمر على كل هذه القرى التي في منطقتنا لأدعوهم إلى هذا النور الذي رأيته في مكة، الله وأخبرهم بالذي رأيت. أنا سأقول لهم الذي رأيت وأنت أخبرهم عن الإسلام، أنا ما أعرف هذا الدين جيدا. والله يا إخواني يقول لي سليمان، يقول يمشي من الصباح ندور على القرى، شايب هو يقود كبير جثة ما شاء الله، توقع وزنه يمكن 140 يركب ويركب معه أخانا سليمان وفي 70 من عمره، فيركب الدباب ويدور في القرى في مناطق وحلة وفيها، فيقول لهم يا جماعة تعرفونني؟ قالوا نعم. قال أنا أسلمت ورحت إلى مكة ورأيت المسلمين في عندهم كذا ومكة فيها كذا ورأينا كذا ورأينا كذا، والناس من كل حدب، رأينا الفرنسيين والإمريكان والصينيين و كلهم قد اجتمعوا في مكان واحد ورأينا ورأينا، ويخرج لهم الصور التي معهم. يا سليمان أخبرهم عن الإسلام. فيأتي سليمان يخبرهم بحقيقة الإسلام ما أوجب الله عليهم فيدخلون في الإسلام. الله أكبر. بعد ما مرت 3 أشهر اتصل بي سليمان فقال لي يا شيخ عندي طلب. قلت ما هو؟ قال الدباب الذي مع الشيخ مع الأخ عبد الواحد قد تلف نفض أنفاسه ونحن عليه. الله. فإن وجدت أحدا من أهل الإحسان يعطيه دراجة حتى نواصل المشوار فإن هذا فيه خير كثير. قلت أبشر والله لو نقطعه من جلودنا، اعتمد هذا الأمر.
كم أسلم يا سليمان؟ قال الآن أدخل في الإسلام 11 قرية من أهله. الله أكبر. هذا بعد الحج. الله أكبر. قلت سبحان الله، هذا مصداق الآية التي تأتي بعد، ليشهدوا منافع لهم. الله أكبر. فمن أعظم أسباب الدعوة حقيقة ورسوخ الناس فيها، وخصوصا لهذه الأمم، الأمم الأفريقية والأسيوية وغيرها، إذا جاءوا إلى الحج تعجبوا. جئت مرة باثنين من هذا الطريق، اي والله نمشي امشي معهم، وهما من سلاطين القبائل هناك. فقلت لهما هذه هي الحملة الفرنسية وهذه من الولايات المتحدة الأمريكية. واحد منهم صرخ، اسمه محمد أمين، قال يصرخ هكذا على عادة الأفارقة، هم جاءوا لنا بالنصرانية ثم جئتم إليهم وأدخلتموهم في الإسلام وما رجعوا يقولوا لنا ترى تركنا النصرانية. الله، غشونا هؤلاء. قلت أدخل إليهم لترى هل كلامي صحيح أو لا. طبعا اللوحة كانت مكتوبة بالعربي وبالفرنسي، فينظر يقول سبحان الله ما عرفنا النصرانية إلا منهم، كنا قوما وثنيين وتنصرنا بسببهم، لماذا لما أسلموا لم يأتوا إلينا ويخبرونا بأنهم قد أسلموا؟ يا الله، قلت الحمد لله على أن الله هداك وأمضي في هذا الطريق. فهذا من مشاهد قول الله عز وجل: وأذن في الناس، وأجمل أطلق كل الناس، كل الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين على أرجلهم. وهذا استدل به بعض أهل العلم كالمالكية على أن الإنسان يجب عليه أن يبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحج ولو مشيا على أقدامه، وأنه لا يلزم للاستطاعة الراحلة، لأن الله قدم الراجلين. وكان بعض الناس وما زالوا إلى اليوم يأتون على أرجلهم، لولا أن وسائل الحديثة هذه وأيضا يعني الحدود الدولية وغيرها صارت تحد من هذا الأمر. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي على كل بعير مهزول قد بلغ به الوزال مبلغه من طول الطريق، كالذين يأتون من الصين أو من روسيا أو من سيبيريا أو من أمريكا أو فنلندا أو غيرها، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لا عذر لأحد. كل من عنده استطاعة يجب عليه أن يبادر إلى الحج ولا يؤخر، ولا يقول لا حتى تكثر مالي، حتى أبني بيتا، حتى أتزوج، لا، هذا الأمر لا يحتمل الانتظار على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن وجوب الحج على الفور، وأن من قدر واستطاع وجب عليه أن يبادر الحج ولا يتأخر. فالواجب الحقيقة على المسلم اللي يسمع هذه الآية ألا يتأخر في أمر الحج. وأنا أعرف أناسا كثيرين يتهاونون لأدنى الأسباب، لأنه السنة هذه والله مزاجه متعكر، زحمة، أو لأن في زحمة، أو سامع في أخبار أمراض أو شيء من هذا القبيل. لا، ما ينبغي لك ولا يجوز لك أن تفعل ذلك مع نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يزيع مشكلة. والله كان المفترض احنا نداخل، بس حديثك اخذنا وشدنا كما شد اجدت وافدت وارتقيت. الله يرضى عليك ويجزيك خير ويشكر مخاك شيخنا الكريم. الله يكرمكم، جزاكم خير. الشيخ سعد يظهر الان في الانتظار. طيب احنا لعلها فرصه يعني تلتقي مع الشيخ سعد، بس خلينا كذا يا شيخ من وانت تتحدث يعني عن هذا المشهد العظيم وهذه المواقف يعني التي يمكن تأسر الواحد منا، قد نكون هذه المشاهد نحن نمر عليها ونحن لا نشعر، قد يكون هذا الإنسان الذي بجواري هو ذلك الشخص الذي يكون في قريته عظيم، وعند الله عز وجل قد يكون مكانه عظيم، وكون أسلم على يديه قرى، ويمكن ترى الرجل النحيل فتزدريه. صحيح والله، لكن هذا قد يكون والله في كم ميزان. في الحجاج من خبايا. سبحان الله، أنت لا تعلمهم، الله يعلمهم. الله أكبر. وقصة أويس القرني لمن قرأ، أتمنى أن إخواني المشاهدين يفتحون في السيرة أو في كتب السنة على أويس القرني ويقرؤون قصة هذا الرجل الذي كان يزدرى حتى في قومه. سبحان الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه سيد التابعين، وأمر الصحابة أن إذا لقوه أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم. الله. كان عمر يصعد على هذا الجبل وينادي في الناس، أفيكم؟ يقول أفيكم أويس القرني؟
فقام رجل من شيخ كبير فقال أنا عمه، إنه رجل يعني محتقر عندنا ومزدرى ويرعى إبلا لنا، فماذا تريد منه يا أمير المؤمنين؟ يعني أنت ملك هالدنيا كلها، إيش تبغى فيه؟ الله أكبر. فأخبره فلم يخبره عمر حتى ذهب إليه وتأكد من المواصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى رجلا يزدرى بالفعل في هيئته وحاله، لكن هناك معاني خفية بينه وبين الله عز وجل لا يعلمها كثير من الخلق. جميل. وهو الرجل المستجاب الدعوة. الآية وأذن الناس الحج، المفسرين أفاضوا فيها معاني كثيرة، يعني إيش أبرز اللي كان فيها معاني غير؟ طبعا في قوله وأذن في الناس بالحج، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما ميزه الله به واختصه أن جعل هذه الميزة له، وذلك لأن إبراهيم قد تميز بأنه لم يمر عليه الشرك في ذرة من ذرات حياته، ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وغيرها من الآيات. إن إبراهيم على قومه أبدا ولم يدعو على قومه فأكرمه الله عز وجل بأن جعله يتشرف ببناء هذا البيت ويؤذن في الناس بهذا الأذان الذي صار للأمم كلها من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله. وكثير ممن مثل ما ذكرت أنه يحتقر وهو عند الله عظيم، مثل يوسف ما درى إخوته أنه سيكون نبيا كريما. صحيح. فقدرك عند الله عظيم. بفضل الله علينا يا شيخ أن يجتمع القمران. لا القمران والبران قمر و هلا بالشيخ وجمر قمر وجمر هلا بالعكس قمران وبدران. الله يسلم أمورك طيبة. أنا ما أحب الحال. الله يسلمك. الله يسلمك. هلا بالشيخ. الله يحييك. الله يكرمك. الله يقدرك يا شيخ. شلونك؟ الله يحييك. جزاك جنة. والله نقول لك يقولون عليه لا والله يرضى عليك. قلت لهم لو اجلس دقيقتين ويجي الشيخ لا خلونا. لا لا الله يرفع قدرك. تفضل الشيخ الغالي. الله يكرمك. الله يرضى عنك. كيف الحال؟ اهلا بالوالد والريحان كله. الله يسلمك. الله يرضى عنك. امورك طيبة. الله يسعدك. هلا الله يحفظك. الله يحفظك. اليوم نحط لك عليك. الله يحفظك. خربت الله يرفع قدرك. الله يحييك ويسلمك. الله يكرمك. بك الخير. شلونك؟ كيف الحال؟ الله يحييك. ما شاء الله. الله يكرمك. هلا بشيخنا يا مرحبا. الله يهديك ويسلم. كيف الحال؟ ماجد ماجد بيجي. تعال بيجي بيجي يا شيخ. احنا على الهواء يا شيخ. حياكم الله. عاد الله مساكم. حياك الله بخير وفضل من الله. من الوالد بشرنا. بشرك وفضل من طيب وبخير. بارك الله فيك ووفقك الله بالخير. الشيخ هذا بيجي جنبه. وستر الله عليك. لازم الشيخ انك تجي. توصل بك خيرا يا شيخ معي. ما معي مايك. سير المشتري هذا. حياكم الله. الله يرضى عليك. أجركم مباركة. وتقبل الله منا ومنكم. سلامنا الله وإياكم في طاعته ويجعل الله أعمالنا وإياكم خالص الوجه. اللهم إن شاء الله ييسر الحجيج حجهم. اللهم ويجعلهم مقبولين. اللهم ويغفر لهم ذنوبهم ويسر أمورهم ويعيدهم البلدان. آمين. آمين. الله يرضى عليكم. من الرئيس حتى يبدأ. كلنا يا شيخ في مجلس واحد. كلنا نحبك والله. الله يكرمك يا شيخ. جزاك الله. أنا بالذات يا شيخ إذا شفتك. إي. أك عارف. والله ما أدري عنك أنت أنا. ناس الراعي علوم يا شيخ. آخر لقاء جيت داخل بوصلة الصراع الجمعة ولقيت الشيخ. قال لي ليش ما لبست ثوب اليوم؟ لابس بدلة. تذكر شيخ؟ قلت لك شيخ. قلت لك شيخ عادي. وقال خليل وكرهت بمحددي. قال لي اجتنب بالخلاف. الله يرضى عنك. حياكم الله. سعد الله. الله يجزيك خير يا شيخ. كون الإنسان يحرص أن تكون صلاته على أكمل الوجوه. خصوصا انها لقاء رب العزة والجلال واجتنابه لما يكره في الصلوات لا شك انها مطلوب. الله يسعدك. وانا احب منك هذه الكلمة لما يذكر الله عز وجل يقول قال رب العزة والجلال سبحان ربك رب العزة. الله يسعدك ويرضى عنك. هذه بعض الناس استشكلها يقول كيف يضاف الرب الى الصفة. وهذا الاستشكال ليس في محله. لأن يعني الله يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذه فائدة عقدية. الله يسعدك. تذرون لي يا شيخ. نستفيد منك في الأصول. الله يرضى عليك. الله يكرمك. يرفع قدرك. الله يخليك. الله يكرم الله عليك. الله يرضى عنا يا دكتور محمد. الله يحفظك يا رب. لا تضيع ولا ذكر الله لك. ذكر الله لك. يبارك فيك. حياك الله يا شيخ سعد.
حياكم الله. الله يرضى عليكم. يسلمك. يسعد الله بالخير. طيبين. أموركم زينة. الله يحييك. راح نحيي واحد أول. نفس المعذر الشمالي. وين تباعدت الأبدان في القلوب باقي تنال تقاربها. الله يرفع قدرك ويجزاك خير. دكتور عساك الخير. الله يحفظك خير شيخ. وفق الله للخير. الله يجزاك الله يرفع قدرك ويسر الله أمرك. آمين آمين. احنا يا شيخ في كل مجلس نحرص أن يكون عندنا وحدة موضوعية. لكن الشيخ ناصر يطلع بنا طلعات حنا نشرق وهو يغرب. الحين تونا بنبدأ. حنا كان عندنا حديث مع الشيخ محمد عن قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج. اسمع الشيخ القصة كاملة. فالشيخ يعني تحدث عن يعني عن هذا المعنى العظيم معنى الأذان وشهود الناس من كل حدب وصوب وذكر بعض المواقف اللي مرت عليه. فكنا نريد أن نتحدث مع الشيخ سعد في المنافع التي يشهدها الناس في هذا المشهد العظيم وفي هذا الجمع العظيم في هذه الفترة الزمنية الذين يأتون من كل حدب وصوب حتى يشهدوا هذه المنافع في هذا المكان. فلعلنا يا شيخ يعني نجمل الحديث فيها وبعد كذا نأخذ أسئلة الإخوة إن أذنت لنا. أحمد الله عز وجل وأثني عليه وصلي وسلم على نبيه وبعد. اللهم صل وسلم. فإن كلمة منافع هنا أتي بها صيغة جمع منكرة لتشمل أمورا عديدة وفي نفس الوقت لتكون على سبيل الإطلاق لأن المنافع التي للحج لا يشهدها كل واحد. الله أكبر. ومن ثم لم تعرف أتي بها منكرة ولكثرتها أتي بها مجموعة. واللام هذه لام التعليل ليشهدوا يعني من علل مشروعية الحج والأذان له ليشهدوا هذه المنافع. واستخدم لفظة الشهادة من المشاهدة. جميل. ما قال ليحضروا وإلا ليروا وإنما مشاهدة أبلغ. ولذلك يشهد الإنسان على ما يتيقن منه أو يغلب على ظنه دون ما يتردد فيه. ثم قال منافع ولم يذكر هل هذه منافع أخروية أو دنيوية أو منافع دنيوية لتعم الاثنين. الله أكبر. أما المنافع الأخروية فانظر مثلا تغيير حال الإنسان لأنه إذا جاء إلى هذه المواطن استشعر أنه جاء لله. الله. وبالتالي بدأ يعرف أنه لله عز وجل وأن حركاته وسكناته وذهابه وإيابه لرب العزة والجلال يملكه ويملك التصرف فيه. وبالتالي هذه منفعة عظيمة أنك تعرف حقيقتك وبالتالي تزيد في علاقتك مع الله. وإذا زاد العبد في علاقته مع الله صلحت أمور دنياه وأمور آخرته. الله. كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا من كما قال تعالى في يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وانظر أيضا ما يتعلق ب المعنى الآخر الذي قصده الشارع من تذكر الآخرة. عندما يتجرد الإنسان من الدنيا بحرامه أقصى واحد منهم ركب معه شنيط صغيرة هذا علاقته بالدنيا. الله أكبر. مع علاقته أصبحت مع رب العزة والجلال. الله أكبر. وانقطعت علائقه مع الخلق فحينئذ يتذكر وقوفه بين يدي رب العزة والجلال ليس عليه ثياب. هذا معنى عظيم. كذلك عندما يستشعر الإنسان إيجاد المقابلة بين ما تهواه نفسه وما ترغبه في مقابلة طاعة رب العزة والجلال. كل واحد منا وده يقص ظافرة، كل واحد منا وده يلبس ثياب زينة يتعطر تعطر ومع ذلك نخليها كلها لله عز وجل. ومن ثم ينعكس هذا على
حياته كلها. هكذا أيضا فيما يتعلق بإصلاح القلب، نحن نحتاج إلى صلاح القلوب، وهو أساس من أسس علاقتنا فيما بيننا وفي ما بيننا وبين رب العزة والجلال. عندما يستشعر الإنسان واجب الأخوة في هذه المواطن، فحينئذ تضيع الفروقات التي بين الناس، ويصبحون أمة واحدة بثياب واحدة وطريقة واحدة وهيئة واحدة، كل منهم يتقرب لله عز وجل بمحبة أخوانه، فينعكس هذا على جعل هذه المحبة والرحمة للمسلمين جميعا. وأن تعرف أن هذا العمل الرحمة والمحبة فيه أجور عظيمة، مع أن الناس لا يبذلون فيه شيئا. إذا أحببت الخلق كم ستبذل؟ لن تبذل شيئا. إذا أحببت أهل الإيمان ورحمتهم لن تبذل شيئا، ومع ذلك لك الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى بقلبه، الرحمة والمحبة، حينئذ ينال أجورا عظيمة في الدنيا والآخرة. ثم هناك معاني من معاني الإحسان. قبل هذا معنى ترك الإيذاء. عندما يأتي الإنسان ويستشعر هؤلاء أخوانه يجتنب أذيتهم، مواطن التزاحم يجتنبها لئلا يؤذي الآخرين، يتقرب بذلك لله جل وعلا. إذا رأى كبير سن ساقط تقرب إلى الله برفعه والإحسان إليه وإبعاده عن أن يؤذي أو يؤذى، يتقرب بذلك لله جل وعلا، فيحوز بذلك أجور عظيمة، ويتربى القلب على هذه المعاني فتستمر معه في سائر حياته. في ما يتعلق أيضا باستشعار أن كل ما لدينا ملك لله، وأنه هو الذي يتصرف فيه. نحن نذهب إلى منى لله، أمرنا الله، فبالتالي نستشعر من الأمر الشرعي الأمر القدري. عندما أمرنا ذهبنا إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى الحرم، وطفنا بالبيت وطفنا وسعينا، نتقرب بذلك لله جل وعلا، وتركنا بقية أمورنا. فيستشعر الإنسان بالأمر الشرعي الذي استجاب له، الأمر القدري الذي يجري عليه، ولا مناص له منه، وحينئذ تصلح سلوكيات لتكون متطابقة مع ما ورد به الشرع الكريم، امتثالا لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من المنافع التي يستشعرها الإنسان ما يتعلق بإشاعة الجو العلمي بين الناس. عندما يأتون يتحدثون في مسائل شرعية دينية، سواء مسائل الحج ابتداء أو مسائل متعلقة بالحج في صلاة وفي طواف وفي سعي وفي ذكر وفي رمي وفي وفي، فحينئذ يبدأ الإنسان يتعود هذا الجو العلمي، فيبدأ بارتباط بالعلم، ويعيد ارتباط تمسكه وعودته إلى تعلم المعلومات الشرعية. وهكذا أيضا من الأمور التي تتعلق بالحج استشعار نية التقرب لله عز وجل. هذه منفعة عظيمة، يعني أن نحن نبيت في مزدلفة نتقرب لله بهذا النوم وبهذا الجلوس، نجلس في عرفة نتقرب لله بهذا الجلوس، نبيت في منى تقربا لله، نسير بأقدامنا إلى مواطن المشاعر نتقرب لله عز وجل بهذا المسير. حتى ما يتعلق أخذ الحجارة ورمي الحجارة، ما يتعلق بالتفاتتنا يمينا ويسارا،
وكيفية ذهابنا وكيفية دخولنا، ومن أي باب ندخل ومن أي باب نخرج، كل ذلك نستشعر فيه أننا نعبد الله عز وجل بهذا المعنى، وبالتالي ينعكس هذا المعنى على بقية حياتنا لنجعل جميع الحياة طاعة لله عز وجل. إذا نام الواحد منا نوى به التقوي على طاعة الله وعلى قيام الفجر وقيام الليل، فعظم أجرنا وكثر ثوابنا. إذا تناولنا الطعام نوينا بذلك التقرب لله، وهذا معنى أيضا في الحج. أنت تمتنع من الصيام في هذه الأيام غدا وبعد غد وبعده للحاج، وغير الحاج يصوم. إذا نستشعر أننا نتقرب لله عز وجل بأكلنا الذي نتناوله. وفيه معنى آخر، وهو أننا نربط عباداتنا الشرعية بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يستحضر الإنسان في هذه المواطن أن أعماله التي يتقرب بها لله مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا ينعكس على الحياة كلها. نحن لا نقدم آراءنا واجتهاداتنا على ما في النصوص. صوم يوم عرفة يجيك الواحد يقول هذا عمل صالح، لكن نقول الأفضل أن نترك الصوم. يأتينا واحد يقول يوم العيد يوم فاضل، والأيام الفاضلة ينبغي أن نتقرب لله عز وجل فيها بالصوم، نقول لا، عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في يوم العيد. كذلك من المعاني التي يستحضرها الحجيج في هذه المواطن وتنعكس عليهم في بقية حياتهم تقدير أهل العلم ومعرفة المنزلة التي جعلها لهم الشارع. الناس مهما يكن يحتاجون إلى علماء الشريعة في هذه المواطن، سواء لتعريفهم بالأحكام الشرعية في الحج قبل أن يفعلوها، أو لإبعادهم وإنقاذهم من المضايق والمزالق التي وقعوا فيها في أثناء، أو الأخطاء التي وقعوا فيها في أثناء أدائهم للنسك. نعم شيخنا، في هذا المعنى بحكم أن الحج يعني من أعظم مقاصده هو التوحيد كما في حديث جابر فلبى بالتوحيد، لكن كذلك من أعظم مقاصده كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فكان الصحابة يعملون السنة لأنها سنة ونحن نتركها لأنها سنة، فكيف نتحول نرجع إلى ما كان عليه ذلك الجيل في أن نجعل هذه السنة منهج حياة؟ يعني أنت ذكرت معنى جميل في أنه مثلا غير الحاج لا يصوم يوم عرفة بينما غيره يصوم، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني لا يهمك ما يعمل عدوك، أنت يهمك أن تستجيب للشرع وأن تكون عبدا لله، لكن في قضية السنة الآن كيف تكون هي المنهج المهيمن لتكون منهج حياة؟ إذا نظر الإنسان إلى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وجد أنه لا يمر بالناس حوادث أو وقائع إلا ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مماثلا أو نظيرا لذلك الفعل، ولذلك أمر الله عز وجل بالائتساء به. وخذ مثلا الابتلاءات، ما من ابتلاء يمر على واحد من الأمة إلا وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم ما يماثله، سواء في سجن، في أذية، في ضرب، في وضع السلة، وفي مرض، محاولات الاغتيال، في بأنواعها وطرائقها، كل هذه مر على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا في ما يتعلق بمن يعاملهم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس بجميع أصنافهم، هذا محب وهذا معادي وهذا موالي وهذا قريب وهذا بعيد وهذا عربي وهذا غير عربي وهذا ملك وهذا من أفراد الناس. فحينئذ يتمكن الإنسان أن يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهجا له في حياته. فأول ما يكون
لوسيلة لإعادتنا إلى الحياة النبوية إيجاد القناعة عند الخلق أن صلاح أحوالنا بالعودة إلى الطريقة النبوية. فعندما نستشعر هذا المعنى ونستشعر كيف نصر الله نبيه وكيف والى عليه النعم وأن هذا النبي الكريم إنما تحصل النجاة باتباعه والهداية والفلاح باتباعه وتحصل محبة الله باتباعه، فحينئذ تصلح أحوالنا. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن عندنا منطلقات تجعلنا نقتنع بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، ذكر الله جل وعلا، سواء كان الذكر اللساني أو الذكر القلبي. فنخاف من الله ونرجو الله وننتظر الفرج من الله ونستشعر مراقبة الله عز وجل لنا، فبالتالي هذا يجعلنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه الوسيلة الأولى إيجاد القناعة في قلوب الخلق بأن النجاة والفوز في الدنيا والآخرة يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فبقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لتأخذوا عني مناسككم، كأنه يعني يجعل هذا في الحج ينطبق على بقية الحياة. هذا ما ذكرنا قبل قليل أنه إيش الشرع أراد أن ينعكس حياة المسلم في الحج على بقية أيامه وشهوره ودهوره، ومنها هذا المعنى أن نستشعر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقلبه ليكون منهج حياة لنا. الوسيلة الأخرى حتى يعني مثلا لما تشوف حديث صلوا كما رأيتموني أصلي من رغب عن سنتي فليس مني، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. الأمر الثاني تعميم قراءة السيرة والسنة النبوية، نحن بأشد الحاجة إلى إعادة الأمة للسيرة، ولا يمكن إعادة الأمة للسيرة إلا بتعميمها على الخلق. وفي عصرنا الحاضر هناك وسائل عديدة جديدة يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تستعمل هذه الوسائل الجديدة في إشاعة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، سواء كان القنوات التلفزيونية أو كان ذلك في ما يتعلق بوسائل التواصل أو التطبيقات أو الكمبيوترات والحاسبات الإلكترونية أو في غيرها. فإذا لم نعد الأمة إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال استعمال هذه الوسائل، الأمة لا تبرأ ذمتها، ويجب على كل من كان لديه قدرة أن يبذل من نفسه في هذا المجال. الأمر الثالث أن ينعكس هذا على سلوك أفراد الأمة. والأمر الرابع أن نوجد وسيلة تقويمية في الأمة بعضها على بعضها الآخر، بحيث كيف يتفقد الناس بعضهم بعضا فيما يتعلق باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جلسنا في مجلس بدأ بعضنا يذكر بعضا الآخر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على سبيل الابتداء يجي ويقول أنا سمعت الحديث الفلاني، أو على سبيل التنبيه والتعقيب، واحد شارب بيسراه تقول له وش رأيك تشرب باليمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو إذا شفته بدأ بالأكل بدون أن يسمي رفعت صوتك بالتسمية ليتذكر، أو باشرته بهذه اللفظة، وبالتالي نعود إلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونتمكن من تطبيقها على عصرنا الحاضر. قد يقول بعض الناس هناك جزئية وسيلة أخيرة
في قضية التحاكم عند حصول النزاع والاختلاف أيا كان هذا الاختلاف، من أي مستوى ومن أي درجة ومن أي نوع درجات المجتمع ومراتبهم. يبقى عندنا ما يتعلق أيضا في موضوع السنة. قد يقول بعض الناس هناك أشياء جديدة في عصرنا الحاضر، فكيف يمكن تطبيق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فنقول هناك قواعد، وهناك قواعد يمكننا أن نطبق النصوص الشرعية على وقائع الناس الجديدة. مثل يا شيخ أمثلة مثلا؟ يعني أمثلة، بعض مرات التأصيل يضيع بعض الناس، جزاك الله خير اللي طلبت الأمثلة. جميل. الآن في عصرنا الحاضر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البعير في أثناء تنقله صلى الله عليه وسلم في الحج. في الحج. في عصرنا الحاضر وجدت وسائل جديدة، قطارات وسيارات ودبابات ومدري، فحينئذ نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوب. في الركوب، الركوب كما يصدق على ركوب البعير يصدق على ركوب هذه المركوبات. هناك مثلا أذكار قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوبه، سواء ذكر الركوب يقول حينئذ، يقوله الإنسان عند ركوبه للسيارة أو للقطار أو لغيره من أنواع المركوبات. هكذا هناك أذكار كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء تنقله على البعير، كان يلبي، كان صلى الله عليه وسلم عند المرتفع والمنخفض يرشد أصحابه وينصحهم في أثناء انتقاله بالجمل، كان يوصي أصحابه بالسكينة، ليس البر بالإيضاع. هكذا يقال جاءك واحد تبيس شاف السواق والله ينافس هذا وينافس هذا، يوصيه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من السكينة، فيكون ذلك منطلق لتطبيق هذه السيرة وهذا العمل النبوي على هذه المستجدات التي تكون في عصرنا. مثلا في الجوالات، يجيك واحد يقول هذه جوالات في عصرنا ليست في عصر النبوة، يقول هذه الجوالات يمكننا أن نطبق فيها عليها الآداب النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بداية بالسلام وبإحسان اللفظ وانتقاء الألفاظ المناسبة، فإن الكلمة الطيبة صدقة، بجعله وسيلة للتواصل ووسيلة لصلة الرحم والاتصال في غير الأوقات التي تكون عورات. نعم، اجتناب الأذية سواء باتصال في وقت غير مناسب أو باختيار بالحديث مع الإنسان في معايب الآخرين، هذا غيبة ولو كان بالجوال. ما يجينا واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الغيبة التي يتحدث بها الناس مباشرة عند التقائه، نقول حتى هذا يشمله ما ورد من النصوص الشرعية، لأن المحصلة واحدة. المقصود أن عندنا وسائل يتمكن الناس من تطبيقها، من تطبيق الأحكام الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوسائل الحديثة. هناك في مرات يكون هناك ألفاظ عامة فنطبقها على أفرادها الجديدة، وهناك مرات تؤخذ بطريق الدلالات، وهناك مرات تؤخذ بطريق المفاهيم، وهناك مرات تؤخذ بطريق القياس. وعلماء الشريعة يعرفون كيفية تطبيق الحكم، وهناك شروط مثلا في دعاء الركوب، يعني جاء النص بأن دعاء الركوب إنما يكون عند الاستقرار على إذا استويتم، عيد الاستواء يعني الاستقرار، فبالتالي هذا الذكر إنما يقال في المركوب الذي فيه استواء واستقرار، ليس عند فتح الباب مثلا أو السيارة. جانا واحد وركب المصعد نقول هذا ليس من مواطن دعاء الركوب، ليش؟ أو ما في استقرار أو السلم المتحرك ما فيه استقرار. الآن في أذكار النوم مثلا، هل نوم النهار كنوم الليل فيه أذكار؟
الصواب أنه نعم هناك أكثر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون عامة، لم تفرق بين أذكار الصباح وأذكار المساء. ولذلك في غالبها يقول إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى مرجعك، فهذا عام، كما يشمل نوم النهار يشمل نوم الليل، بل يشمل ما لو اضطجع الإنسان على فراشه ولو لم يكن مريدا للنوم. احنا شيخنا وقتنا انتهى الآن على القناة العامة والعلمية، لأن حنطلع في الأخبار، فإذا كان وقتك يسمح نأخذ منك قليلا على صوتك ترى ما أقول وقتنا الآن على القناة العلمية والعامة انتهى، لأنه عندنا الآن مركز الأخبار بيطلعون بالأخبار، فإذا كان في وقتك ساعة نطلع على ما سنأخذ شوي كذا 10 دقائق نكمل بعض المسائل إذا إن أذنت لنا. معنا الشيخ، معنا ناصر، تكلم بلسانك يا شيخ، جزاه الله خير وأعطانا الموافقة. ليش الشيخ؟ لأنه هو أبو ناصر صح؟ وبالتالي جميل. وبالتالي إذا قلت أنا كلمة لمحبتي والله ما أدري تخبط. طيب مشاهدين الكرام، لعلنا بهذه اللفتة الجميلة من الأخ ناصر نخرج بعدها إلى تقرير قوات الطوارئ الخاصة، وبعدها إن شاء الله نرجع إليكم على ماسة المجد، كونوا معنا. لبيك وحدة القلوب، لبيك غفار الذنوب. أقامت وزارة الداخلية حفلها السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية المشاركة في تنفيذ خطة الحج العام لموسم 1436، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية. اشتمل الحفل على عروض حية لقدرات رجال الأمن الميدانية ومهارات النزول السريع من الأبراج والطائرات ونموذج لعدد من الآليات الحديثة. جنود الوطن الحر تمضوا الحر الشر ودقوا البغي دقوا لك العلقم النور وكونوا في مضي يزف الفر بالكرس من الجنود فتصفر وزحف يملأ البر. جنود الوطن الحر تمضوا الحر الشر ودقوا البغي دقوا لك العلقم النور وكونوا في مضي يزف الفر بالكرس من الجو فتصفر وزحف يملأ البر. جنود الوطن الحر امضوا وادحروا الشر ودقوا البغي دقوا دكا علقم النار وقولوا في مضي يزف الكر بالكر من الجو فقصفر وزحف يملأ البر. سعوديون والعزم فينا شعل النار فينا شعل النار بنا الإقدام والحزم. كما قدمت عروض تظهر قوة التحمل بدنيا وعضليا إلى جانب مهارات الرماية لرجال الأمن المشاركين. وفي ختام العرض ظهر الجنود وهم يؤدون أدوارا تمثيلية لإيقاف محاولات الاقتحام والتصدي لكل معتد أثيم. لقناة المجد الفضائية، سليمان العجلان، مكة.